يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التسمي بهذه الأسماء وهي عبد المتجلي وعبد النور وعبد المطلب، هل هو جائز؟ عبد المطلب لم يرد، إنما هذا سمي به جد الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمي بذلك لسبب أنه جاء مع أخيه المطلب، أخيه المطلب بن عبد مناف جاء من المدينة مع أخيه وهو غلام أسود، فلما من السفر، فلما قدموا مكة ورآه الناس ظنوا أنه مملوك للمطلب، ظنوا أنه مملوك لأخيه، فقالوا عبد المطلب، هذا سبب تسمية، وهذا لا يجوز، تعبيد لغير الله لا يجوز. نعم.